ايه رأيك؟ الحب ليس له وجود في الدنيا. ليه؟ فين هو الحب؟ ليه يا عم ممدوح بتقول كده؟ كيف؟ زي طفل كان معاك وبصيت لقيت نفسك بتدور عليه، فين راح الطفل؟ مش عارف، انتهى. هو ده الحب. تاني ما عادش في حب حقيقي. في حب حقيقي دلوقت دواء وهم. وهم ازاي؟ طيب يعني انت من خلال حياتك اللي عشتها، ال70 سنة اللي عشتها، الحب راح فين؟ سافر ازاي؟ لسه هنقول ازاي. قول لي الحب سافر ازاي؟ ليه بتقول كده؟ حد مزعلك؟ كنت بتحبه زعلك؟ يا عم ممدوح، من النادر لما بتلاقي حب حقيقي. فين هو؟ في القاموس؟ اتشال من القاموس الحب، اتشال من القاموس، قاموس الحياة. نفسك تقول لي مين انا بحبك؟ الحب الحقيقي اللي انا الاقيك في محنة اساعدك، ده الحب الحقيقي بدون مقابل، وحتى لو بفلوس هينقذ. انا عندي تاخد مني فلوس وانقذني، انا عايز عشان ما اغرقش. مش مشكلة، هو لازم كل حاجة ببلاش؟ لا، انقذني لو بالمادة. انت عايزهم ينقذوك يعملوا ايه؟ انت عايزهم ينقذوك يعملوا ايه يا حبيبي؟ الايه؟ انت عايزهم ينقذوك صح؟ الفيلم ينقذوك ازاي؟ ازاي ممكن ينقذوك؟ لو واحد مبسوط يجي اعلان على التلفزيون، والله احنا محتاجين ناس تقوم بواجب، حتى لو أوضة متر في متر وحتة حمام لوجه الله، يعلنوا. أنت عايزهم يعلنوا؟ لكن مين هيعلن؟ أنا موجود يا حبيبي علشان أقول للناس إن عم ممدوح محتاج أوضة. هتتعب. بس في ناس لسه في قلوبها الخير. نقول يا رب. طيب انت لو حد هيعلن، عايزه يعلن بايه؟ نحن نقول يا رب هنلاقي علي. هنلاقي في ناس بتحب الخير، عشان ما بقاش عندنا عقدة نفسية. هنلاقي ناس، ما انا دلوقتي لما اقول كل الناس وحشه، طب مين كويس؟ الانسان زي الالوان، زي الالوان، في لون ثابت وفي لون باهي يبعد.
الإنسان زي الألوان، في إنسان يحب الخير وفي إنسان ما يحبش الخير أو بطمع، في الطماعين، في الكره، في الحب. لو ما توجدش الحب كانت الدنيا انتهت، ما قاش ليها معنى، بقت غابة. الحيوانات احنا اقوى منها، الانسان اقوى من الحيوان.